صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده بقى يوم الالماني العالمي. رحت درس الماني، قعدت فيه 5 ساعات او يمكن اكتر. يعني الحصه دي عاملها الهير اللي انا باخد معاه، هي فور فري كده، بس دفعنا رسوم السنتر ودخلنا قعدنا خدنا الحصه. كان في بقى كميه عدد مهول، كل ده هتشوفه معايا في الفيديو. وعملت ايه بالظبط هناك؟ هتشوفوا كل حاجه. بدأت أنزل عادي بقى زي ما بنزل كل درس، ورحت رميت الزبالة، لأن طبعا ما ينفعش يشوفوني نازل وتبقى إيدي فاضية. إزاي يعني؟ لازم شنطة الزبالة دي تبقى معايا كده، وأنا رايح أي درس نازل منه لازم أنا أبقى واخدها معايا. الدرس ده بقى في 6 أكتوبر في الحي السابع، فعشان كده هركب للحصري، ومن الحصري هاخد حاجة للحي السابع. هنا بقى خلاص ركبت الحصري، ويعني بصوا احنا نص حياتنا في المواصلات والنص التاني في السناتر. طبعا معلش على صوتي، انتوا كلكم عارفين من اول فيديو اللي نزلته بعد العيد ان انا عندي برد. هنا بقى خلاص وصلت عند الحصري وهركب حاجة للسابع. فضلت واقف حبة حلوين عقبال ما لقيت عربية، وكنت خلاص يعني يأست من كتر ما يأست، كنت بفكر اركب تاكسي، بس قلت لأ برضو مش هروح ادفع فلوس في تاكسي. فلقيت ميكروباص وركبته ونزلت بقى عند السابع، وما تهتش يعني. انا لقيت عيال كتير لابسه شنط، مشيت وراهم يعني ووصلت للسنتر. يعني لان دي يعني اول مره اروح سنتر سمارت في السابع ده، دايما بروح سنتر المصري اللي هو في الحصري. لو في حد من اكتوبر هيبقى عارف سنتر المصري. وخلاص كده احنا دخلنا الحي السابع، وكده يعني انا قدام السنتر اهو. فهعدي بقى الناحيه التانية علشان اطلع واخد الحصه بقى واشوف هنعمل ايه. انا بقى معرفش السنتر ده دخلته منين، ففضلت ماشي ورا اي حد لابس شنطه. فاي حد لابس شنطه قدامي، فعايز اشكره ان هو وصلني الدرس ده. وفضلت طالع ورا كل لابسين شنط لحد ما وصلت بقى عند السنتر. هو الطريق مش صعب ومخدش مني وقت، يعني ما تعبتش، واليوم كان حلو الصراحه. دخلت بقى حجزت الرسوم بتاعه السنتر، اخدوا 30 جنيه. يعني كنت متخيل مثلا هياخدوا 10 جنيه او كده، بس ما علينا مش هتفرق. 30 جنيه، الحصة اصلا اساسا ب60 جنيه، مش مشكلة. هنا كنت بديها الكود بتاعي عشان ادخل، الكود ده اللي بيثبت ان انا طالب يعني معاهم. ودخلنا قعدنا في القاعة دي، فعشان القاعة دي صغيرة فهينقلونا قاعة تانية، يعني مش دي اللي هنكمل فيها، لان حرفيا كانت امة لا اله الا الله هناك. كان طلاب القاهرة، طلاب فيصل، طلاب اكتوبر، طلاب الشيخ زايد، كان كله موجود هناك ما شاء الله. يعني ودونا بقى القاعة دي. القاعة دي كبيرة جدا، يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس حجمها كبير جدا وكانت لما عدد كتير قوي. بصوا المكان من وانا قاعد للمسافة لحد الباب وحجم السبورة قد ايه، فالقاعة كانت كبيرة جدا ولسه في ناس عمالة تدخل. فاليوم ده كان زحمة قوي بس اتبسطت فيه، لان الحصة كانت خفيفة كده. عامة انا بحب هير عبد المعز واي حصة بتاعته. يعني بعدين ده امتحان كده خدناه، وزعوه علينا، قالوا لنا نحله مع نفسنا. بس هو اصلا الهير لما دخل بدأ ان هو يحله معانا عادي، يعني مش امتحان عليه درجات او كده، كل واحد كان بيشوف هو فاهم ايه وبيحل. بس طبعا الاسيستنت كان لازم يقول الكلمتين بتوعه، هسمعه لكم. يلا بقى عشان نبدأ الاسئله، تمام؟ الناس كلها تبدأ تحل، يلا مش عايز تقول خالص بالمره، اكيد امتحان حصه بالظبط، مش عايز نرجعها عشان ما نخافش على حد. بعد كده الهير دخل خلاص وبدأ يقول لنا ان هو هيعمل ايه خلال الحصة، وهنمشي ازاي 6 ساعات ونص. احنا قعدنا 6 ساعات ونص، فقال يعني هنعمل فيهم ايه وكده. وحرفيا لو اي حد في تانية ثانوي وطالع تالتة وهو الماني، فانا بنصحه ان هو ياخد مع هير عبد المعز. انا مش بعمل له دعاية لان اصلا هو وجوده عندي في الفيديو هنا، فده شهرة ليا انا، هو مش مستني شهرة من حد. وهنا كان بيقول لنا ان هو هيعزمنا على الغدا. هرم ولا كانت هنا؟ هرم. رحت قلت لها عايز الاكل منين؟ لقيت البنت عامله كده كنتاكي. بعد ما المجموعه كلها كنتاكي احنا عايزين ميك. صح مش ده اللي حصل؟ قعدت حجزت يا استاذ الاكل في ميك، اعمل ايه تاني؟ الراجل حاجز الاكل من 10 الصبح. ايوه من بعد الاكل ده مش هيكفي راح يجيب؟ ادي اول حاجه. هنا بقى كنا خلاص خدنا بريك بعد ما شرح اول 3 ساعات، وفعلا عزمنا على الاكل. هوريكم ده بعد البريك. هو ادانا بريك بعدين اتغدينا بعدين دخل كمل شرح. هنا بس كنت بوريكم العدد شكل القاعة، يعني الناس كانت نزلت تحت بتشتري حاجات من السوبر ماركت اللي تحت. القاعة دي بقى كلها ما فيهاش مكان فاضي حرفيا.
بص بقى، دي كان كل الشباب اللي كانت موجودة كان كلهم واقفين تحت مستنيين الحصة. في ناس في السوبر ماركت دخلت تجيب حاجات، وفي ناس واقفة تحت مستنية البريك يخلص. المهم يعني ان المكان حلو والسنتر كويس، وكانت حصة لذيذة. عامة انا بحب حصة هير عبد المعز جدا، ان هو شخص دمه خفيف وبيحبب الواحد في المادة. يعني معظم المدرسين بيتعاملوا معانا على احنا حتة 60 جنيه داخلة السنتر وخارجة منه، بس ده حد كويس بيعامل كل طالب على ان هو ابنه مش طالب. هنا بقى كانوا بيوزعوا الاكل اللي هما جابوه، اللي هما حاجزينه من ماك من 10 الصبح وجهز دلوقتي، لان العدد كان كبير جدا لدرجة ان في هو يعني من كتر الكمية اللي هو جايبها في اكل اتبقى، عشان عارف ان كان في ناس كتير هتيجي، يعني مفيش حد ما خدش. هنا خدت الأكل بتاعي، هي وجبة بيج ماك، هي حاجة بسيطة بس كويس إن في حد قدرنا، يعني مهما كانت بسيطة فهي فرحتني. برضو هنبدأ بقى ناكل، كله بقى أخد الوجبة بتاعته، كله كان بياكل وأنا بدأت إن أنا أكل برضو. كان طعمه حلو وسخن، يعني ما كانش جاي بارد ولا كده، يعني كان تقريبا لسه جاي طازة. الأسيستنت كلهم كانوا هما اللي بيوزعوا في الحاجة. الفكرة بقى مش في أكل ولا شرب خالص، فكرة ان حد فكر ان هو يهديك بحاجة بسيطة عشان انت تعبت وجيت من اخر الدنيا، فدي ليها معنى كويس. يعني ان هو فكر في ناس جات من القاهرة، ناس جات من الجيزة، ناس جاية من اماكن بعيد قوي عشان تيجي تحضر حصة في اكتوبر وتستفاد منها، فحب ان هو يقدرهم، فدي حاجة حلوة منه. هنا خلاص خلصنا، وكان محطوط قدام كل واحد كرتونة بيرمي فيها الزبالة عشان ما نبهدلش الدنيا. الكرتونة دي اصلا قبل ما تتملي زبالة كان جواها الوجبات، كانت مليانة على آخرها. يعني خلاص بقى أكلنا وشربنا وأخدنا بريك، واللي نزل طلع وعملنا كل حاجة. رجعنا بقى نكمل الجزء التاني من الحصة، وأحب أفكركم بقى لو وصلتوا لحد هنا متنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. ده بالنسبة في كمبيوتر، فما تشغلش الجهاز وأنت بتخش تشغل. هنا كان بيتكلم ان معظم المدرسين اللي في المدارس الحكومية مش متدربين على النظام الجديد، فبيتريق يعني ان مدرسة الكمبيوتر مش بتعرف تشغل الكمبيوتر، فلازم المدرسين الاول يتدربوا. واحنا الحمد لله ما عندناش مدرسين بيتدربوا، وحياتنا كلها في السناتر. وهنا خلاص خلصنا الحمد لله بقى، وخلاص هنروح، فتابعوا معايا الفيديو للاخر. هنا كنت بحاول اوريكم العدد اللي موجود في القاعة، يعني شعب موجود في القاعة كأننا في لما نزلت بقى ما كنتش لاقي عربية خالص للحصري، ما عرفش ليه، فوقفت كتير جدا، يعني وقفت اكتر من يعني من ساعتين ولا ساعة، فاخدت وقت عقبال ما روحت. ما عرفش ايه السبب ان ما كانش فيه عربيات، بس انا يعني فضلت واقف، وبرضه مش هركب تاكسي ولا هطلب اوبر ولا هدفع فلوس كتير. بصوا بقى كمية الناس اللي واقفة في الشارع واللي نازلة من الحصة، حرفيا السنتر هو المدرسة. انا بقى كنت واقف هنا مستني اي عربيه تيجي اي حاجه، ومفيش اي حاجه. كل الناس اللي واقفه مشي، وانا اللي فضلت واقف. كله بيطلب اوبر، كله بياخد تاكسي ويمشي، وانا فضلت واقف مستني اي عربيه تيجي، مش عايز اصرف كتير. المهم في الاخر لقيت عربيه ركبتها اهو، وتحركنا بقى من عند السنتر هنروح للحصري، ومن الحصري هركب حاجه لحدائق اكتوبر، ولف بينا يا دنيا. حرفيا انا في ثانويه عامه لفيت مصر كلها، ما فيش سنتر فيك يا مصر ما رحتوش، في اكتوبر وفي الجيزه في كل حته، لفيت على كل السناتر سواء مع التعويض او غبت من حصه واروح اعوض، يعني فلفيت كل السناتر. هنا خلاص وصلنا عند الحصري، عند بنك سي اي بي، لا ده بنك عودة، وعند مكتبه الحصري وجامعه 6 اكتوبر اللي يا رب ما ادخلها. كنت قايل لكم قبل كده عندي شك ان انا ممكن ادخلها، بس مش عايز ادخلها، انا عايز ادخل جامعة القاهرة. المهم هركب بقى من قلنا عند الموقف اللي هو قصاد مسجد الحصري اللي هو هناك ده. خلاص هنا وصلت عند الموقف، بركب الميكروباصات اللي فيها خط اصفر دي، او العربية السوزوكي يعني على حسب مين اللي هيحمل، هما الاتنين بيروحوا. وخلاص دي بقى اخر عربية هركبها، بتوع اولى والتانية ثانوي بقى يشوفوا المرمطة اللي احنا بنتمرمطها. في ناس من أولى وتانية متابعاني عشان يشوفوا كده. أنا هنا خلاص وصلت عند البيت الحمد لله، هطلع بقى هذاكر ألماني، لأن هنا كنت بمس عليكوا عادي، هطلع أذاكر ألماني لأن الصبح كنت بذاكر جغرافيا زي ما احنا متفقين. الصبح بنذاكر مادة من مواد التخصص، وبالليل بنذاكر اللغات.
ده جدول يعني احنا ماشيين عليه، كل الناس اللي معايا على التليجرام عارفة الجدول ده، فاللي مش موجود يدخل على التليجرام. احنا طبعا عدينا اسبوع منه في شهر 5، كنا ماشيين على نظام فيه، فعدى منه اسبوع. لو انتوا فاتكم حاجة مفيش مشكلة، عادي تقدروا تدخلوا وتقسموا بقى معانا يعني. هسيب لكم الجروب في التعليق المثبت ونبقى نتفق فيه مع بعض. هنا بقى كنت بلم حاجة الجغرافيا اللي كنت بذاكر فيها الصبح، وهنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. هبدأ بقى أحط الملازم القديمة، لأن هو النهاردة شرح حاجات قديمة، فهبدأ أحط الملازم القديمة عشان أذاكر الحاجات القديمة اللي هو شرحها النهاردة في الدرس. والناس اللي بتضايق إن أنا مش برد على التعليقات، والله يا جماعة أنا مش فاضي، يعني زي ما انتم شايفين يومي كله في الدروس مذاكرة، فوالله بحاول على قد ما أقدر إن أنا أرد على كمية تعليقات كفاية، وبرضو برد على التليجرام، فهسيب لكم الجروب تحت، وفي ناس بتكلمني على الخاص برد عليها على قد ما اقدر. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويعني حبيت ان انا اشارككم لحظات يومي. الهدف في الاول وفي الاخر من الفيديوهات دي ان انا اشارك التعب اللي انا تعبته علشان ابقى افتكر الايام دي، بس ده عندي اهم حاجة. كمان لو في حد في اولى ثانوي او تانية ثانوي بيتابعني بيبقى عندهم حب استطلاع ان هم يشوفوا حياتنا بتبقى ماشية ازاي، فحابب اوريهم احنا بنبقى حياتنا ماشية ازاي. وبرضو الناس اللي في تالتة بحاول ان انا اقدر افيدهم على قد ما اقدر. وبس كده، يلا باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.